أرسلت وزارة العدل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات اختيارات رؤساء المحاكم الابتدائية والمتضمنة تحديد مقر اللجان العامة على مستوى الجمهورية. وقد قام رؤساء المحاكم بتحديد مقر اللجان العامة التي تتابع سير الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم. الجدير بالذكر أن مهام اللجان العامة تتمثل في نظر جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وصحة أو بطلان أصوات الناخبين، هذا فضلا عن إعلان نتائج اللجان الفرعية.